مريم حبيبتي تقول: بعد تنظيفات كثيرة ما زال يصعب علي تقبل إساءة أهلي لأختي عمرها 12 عام بالطرق التي أذتني في طفولتي على جميع المستويات. تحسنت حياتي كثيرا لكن أحزن على معاناة أختي. نصحت أهلي بشتى الطرق وتدخلت دون جدوى وأرهقت. هل تركي لهم لأستقل بنفسي يعتبر تخلي عنها أم هو من كامل حقي؟ انت الآن بس تناقشين موضوع أختك. والله أنا سعيدة أنه أنت سويتي تنظيفات واستفدتي وتحسنت حياتك وقدرت تحسنين من شعورك، قدرت تصلين لهذه المرحلة من القوة، والآن تقولين أني أنا إذا استقليت كأني أتركها، كأني يعني أتخلى عنها. أنا ما أعتقد أنك أنت تتخلين عنها، لأنك يمكن وجودك مو قاعد ينفعها، وجودك مو قاعد ينفعها. وكل ما كانت شعور، كل ما كان شعورك وطاقتك أفضل، كل ما استطعت أنك تخدمينها أكثر. كل ما كان شعورك وطاقتك أفضل، كل ما استطعت أنك تخدمينها أكثر. عموما بشكل عام هي الآن مش في طاقتك، هي الآن في طاقة أمك، هي الآن تتصل بطاقة أمك، فهي المسؤولة عنها ومسؤولة عن طاقتها. لسه قدامها كم سنة لما تصل إلى عمر 18 سنة أو 21 سنة، قد تكون إن أنت نموذج لها يوريها كيف إنها تساعدها على إنها تقوي مشاعرها وتقوي طاقتها وتنظف كل اللي مر فيها. مرات لا تستطيع إنك أنت تنقذ كل أحد، مرات لا تستطيع إنك تنقذ في الوقت المحدد، مرات الأشخاص هم عندهم قصتهم، لا تستطيع أنك تقطع القصة، ما تستطيع أنك أنت تقطع القصة. يعني الشيء المهم أنك أنت تكلمينها هي وتشعرينها بأنك أنت موجودة وأنك في خدمتها، بس هذا هو، أنك تشعرينها أنك موجودة وأنك في خدمتها. في اللحظة اللي هي راح تكون جاهزة ستطلب المساعدة، في اللحظة اللي هي راح تكون جاهزة راح تختار الطريق المناسب لها. لذلك تذكري دائما أنه الأشخاص اللي يتألمون حولك مهما تألمتي معهم لا تستطيعين إنقاذهم. الحل الوحيد أنك أنت ترفعين مستوى شعورك وطاقتك، فهذا هو أكثر شيء يساعد على إنقاذهم. زي لما يصير عندي بيت كله حزينين وانت قاعده تقولين انا يعني قد انزلق معهم لاني متعاطفه معهم، او والله اسوي جو في البيت وافرح واقول لا افرحي، لان بفرحك انت تنقذينهم، احتماليه انقاذهم اكبر بكثير بفرحك، هذا قوه انك انت تنقذينهم بهذه القوه. بالتالي شعورك الطيب، طاقتك الجيده، طاقتك المكتمله والمستقله هي قوه تساعدك على انك انت تساعدينها لما هي تحتاجك. لكن كلميها كلميها، احنا عندنا اجيال يعني ما شاء الله عليهم ناضجين وارواح كبيره، عندنا كثير ارواح كبيره من الاجيال الجديده. يعني اللي شفت في معرض الكتاب شيء يعني ملفت ان تكون عندنا الاطفال هذول بهالارواح هذه. مريم حبيبتي تقول: دكتوره كلما اقرر اني انظف ينبح صوتي واغضب، نفس العرضين يتكررون، ما هي الرسالة؟ أو يعني يا مريم كل قصص الماضي هذه والأشياء بتنظفينها هنا تستفز، ما تنبلع، كلها هنا، كلها هنا، لازم تشتغلين، ما في مفر، محتاجة تصرخين واجد. محتاجة تصرخين كثير كثير كثير. تدرون إنه في ناس ما تقدر تصرخ؟ تعرفون في ناس ما تقدر تصرخ، ما تقدر تصرخ، يعني الصوت الليمت الصوت او علو الصوت مره محدود مقارنه بمتوسط الناس. احس الحين كل واحد فيكم ماسك زاوية ويقعد يجرب. كل ما كان الشخص يعني مليان ملا صوت. أحسن شيء المعلمات تحسون فرغونها صوتهم عالية كذا، يعني
الصوت المفتوح حر، الصوت المفتوح طاقة مفتوحة، يعني زي ما نقول الممرات نظيفة. فواو يعني انت كل شيء هنا متكركب، ها متكركب والله، انت كاتمة سنوات سنوات. في ناس كثير يبغالهم مقالات، ها في خاطرك مقالات الناس واجد. خلاص يعني يعني لا تهربين، ابدي ابدي الموضوع، ابدي لا تأخرين الموضوع اكثر من كذا. لانه صراحة بعد الحين يعني الان يجيك عرض اوكي ينبح حلق الان ينبح، بكرة ما اعرف ايش يصير بعد اكثر من كذا. يعني ما المفروض انك بعد تنتظرين ما تنظفين بعد البحة في شيء اكثر، شيء قد يتجلى ماديا، ما نبغى ما نبغى 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 يعني صوتك سليم، نبغى صوتك سليم، ما نبغى صوتك يتضرر. فخلاص خلاص يعني مرة تأخرتي، مرة تأخرتي. صديقتي تقول هل التنظيف يقوي الجسد المشاعري؟ يعني لما عقلي يقرر يترك شيء الجسد المشاعري يكون قوي ويتحمل القرار؟ اول شيء واقول لك انه التنظيف مو مرتبط فقط بالجسد الفكري، ايضا مرتبط بالجسد المشاعري، لانه احنا ننظف المشاعر وننظف الافكار وننظف الماده ايضا، ننظف الطاقه مرات حسب انت وش قاعد تشتغلين عليه. لكن خلينا نقول مثلا انه انت قاعده تنظفين معتقد او فكره انت مؤمنه فيها، اوكي معتقد معين انه انا ضعيفه، فتبغين تنظفين هذا المعتقد. فلما نظفتي هذا المعتقد انت تقولين هل يؤثر على الجسد المشاعري؟ اصلا هذه الفكره مثبته بشعور، مثبته بالشعور، ولما تروحين للشعور هو مثبت بافكار، فبالتالي هم يتداخلون مع بعض طوال الوقت. فلما تغيرين من فكره ستتاثر المشاعر، ولما تغيرين من شعورك ستتغير افكارك، ستتغير افكارك. رنيم حبيبتي تقول هل لو أخذنا قرار بنسختنا القديمة لازم تكون هالقرارات خاطئة بعد ما نتطور؟ من المحتمل أنه أنت لما تأخذ قرارات وتكون صالحة للهوية اللي أنت موجود فيها، لما تتغير هويتك وتسترجع القرارات السابقة تكون غير مناسبة للمرحلة اللي أنت فيها، وبناء عليه فإنك تتخذ قرارات أخرى أو تعديلات لحياتك، أو الحياة تلقائيا تلقاها تغيرت لوجه آخر. تلقى والله كنت في مكان عمل جتك فرصة عمل في مكان آخر، تلقى أنه والله كنت ماشي في هذا الزواج فجأة خلعتني أوكي، أو هو طلقني، مع أن القرار كان من هوية قديمة وأنت ما اتخذت تجاه، بس تلقى الأحداث أيضا تغيرت بناء على الهوية الجديدة. غالبا غالبا القرارات مرتبطة بالهوية، لما تتغير الهوية تكون في قرارات جديدة تعديلات للهوية السابقة. ما تشوف الناس لما يتغيرون يتخذون قرارات جديدة مختلفة، يدينهم خلاص يعيشون هوية مختلفة ما تتناسب مع القرارات القديمة، فيغيرون أماكن عيشهم، يغيرون أماكن عملهم، يغيرون تخصصاتهم، يغيرون دينهم، يغيرون معتقداتهم وأفكارهم، كثير أشياء يغيرونها تالي حتى تنسجم مع القصة الجديدة والهوية الجديدة. صديقتي تقول وصال تقول أنا دائما كنت أفكر ليش قررت هالشيء بهذيك المرحلة، وبعدين وصلت القناعة أنه كل مرحلة من حياتي لها وعي مختلف ولذلك لم أعد أشعر بالتأنيب. بالضبط بالضبط، يعني أنت خلنا نقول مثلا أنت الآن في مرحلة معينة تحاسب نفسك على نسخة أصلا ما كنت تحمل نفس الأفكار، ولا كنت تحمل نفس المعتقدات، ولا كنت تحمل نفس المشاعر، ولا كانت الظروف نفسها. شلون تحاسب؟ شلون ليش انت قاسي اصلا؟ تحاسب هذاك الشخص على قصة يعني معطيات مختلفة تماما. فتفكيرك سليم. عادي نخفض صوت الموسيقى التحولية، صوتها مزعج جدا، افضل ذلك انه انت تقصرينها على اقصر شيء، بس هي موجودة بس مخفضة. عفاف حبيبتي تقول دكتورة اخذت الغضب والثقة بالنفس والان اشعر باني ما بين الخوف والحزن،
ايش اخذ دور الحزن او الخوف؟ لا طبعا الخوف، لا طبعا، ها عجيب، لا 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 الخوف طبعا بدون ادنى شك. الحزن مش من المشاعر الطافية، المشاعر العميقة.